ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن فيكتور اديشن، وهنتكلم عنه بالطريقتين اللي انتوا خدتوهم اولموست لحد دلوقتي، طريقه الجيومتري وطريقه الكومبوننت. طريقه الجيومتري طبعا اول ما يجي يقول لك انا عايز بطريقه الجيومتري، لازم يجي في دماغك على طول الحاجتين دول، الرولر بتاعتك والبروتراكتور بتاعتك، هم دول اللي احنا هنستخدمهم في الجيومتري. فالطريقه سهله جدا وجميله جدا، وهنشوفها دلوقتي ان هي يعني واندرفول. الطريقة التانية الكومبوننت، ان انا ببدأ ان انا اجيب الفيكتور بتاعه واجيب الاسقاط بتاع المحور اكس والمحور واي وابدأ ان انا اشتغل بيه. طبعا انت هتشوف طريقة الكومبوننت دي اتس فيري باورفول ماثيماتيكال تول، بعدين في ان انت اي فيكتور مش محتاج ان انت تقعد ترسمهم مع بعض، لان انت لو دلوقتي بترسم في 2D الفيكتورز بعد كده هتبقى في 3D، فهتبقى صعب ان انت تقعد ان انت ترسمهم وتعمل لهم اديشن مانيوال. الفيكتور اديشن بالجيومتري ده شيء ممتاز. طيب المسائل اللي انا هحلها هتلاقيها موجوده في يونيفرستي فيزيكس الاديشن 15، هم هتلاقيهم برضو عشان اللي معايا الاديشن 14، هم موجودين بس الارقام بس هتلاقيها مختلفه شويه، فانت تكير في الحكايه ديت. المسائل الثلاثه اللي هحلهم النهارده هتلاقيه هو حللهم، لا يعني المساله دي هتلاقيها تحت الفيكتور اديشن بطريقه الجيومتري، وهتلاقيهم هم متكررين بيقول لك هاتهم بقى بطريقه الكومبوننت. فانت كل مساله منها هحلهم دولت هتلاقيهم مسالتين، واحدة موجودة تحت التوبيك بتاع الفيكتور اديشن بالجيومتري، والتانية هتلاقيه تحت التوبيك بتاع الفيكتور اديشن بالكومبوننت. فأنا دلوقتي هبدأ بأول مسألة اللي هو 1.21. المسألة ديت لطيفة خالص، هو كل اللي هو بيقول لك عليه فيها إن أنت عندك بوست مان. البوست مان دوت المفروض إن هو مشي بالدايركشنز أو بالفيكتورز اللي هو مديها لك. أول فيكتور عندك كان 2.6 كيلومتر ناحية النورث، او ممكن نقول ناحيه الواي بوزيتيف دايركشن، وبعد كده دخل 4 كيلومتر ناحيه الايست او ناحيه البوزيتيف اكس دايركشن، وبعد كده مشي باتجاه 45 على البوزيتيف اكس دايركشن، او ممكن نقول 45 ديجري ايست اوف نورث او نورث اوف ايست، الاثنين ذا سيم، لان كده كده 45 ديجري لو استها من النورث ورحت الايست هي نفسها، لو انت استها من ايست وبعد كده رحت للنورث. بالنسبه لحته ايست اوف نورث والحاجات ديت، لما يجي يقول لك مثلا 30 ديجري نورث اوف ايست مثلا، خلاص دي معناها ايه؟ معناها البيز بتاعك هو الايست وانا رحت ناحيه النورث، يعني انت عندك اهو ادي الايست بتاعك، فده البيز، الثانيه دي دايما بتبقى البيز، فبيقول لك هو راح 30 ديجري ناحيه النورث، يعني تتوقع ان 30 ديجري موجوده هنا. خلاص كده؟ طب لو قال لك 30 ديجري east of north، ساعتها بقى هيبقى البيس بتاعك هو النورث، هيبقى ايه يعني هنا بقى مش هتبقى هنا 30 درجه، مش ده الفيكتور بتاعي، هيبقى فيكتور جديد كده، وده بالنسبه لي صح النورث، فانا النورث هو البيس وانا ببدا اروح 30 ديجري، يبقى هي دي الزاويه ال 30 ديجري. خلي بالك من الحته ديت عشان هي تريكات لطيفه، دايما الكلمه الثانيه هي البيس والاولى هو دوت اللي انا بتحرك ناحيتها. ساعات بيقعد يقول لك مثلا في الاتجاه النورث ايست مثلا اوف نورث، فهو هو نفسه اكنك رايح ناحيه الايست، هو بس عايز يقول لك انت هتروح تنام فين في الكلمه الاولى. ده بالنسبه للحته دي عشان مهمه خالص وعشان نرجعها لك. طيب هو خلاص ادانا كل حاجه. طيب الاسكيلات اللي عندي اللي انا هستخدمها ايه هي؟ هو مدي لك 2.6 كيلومتر، ومدي لك 4 كيلومتر، ومدي لك بعد كده 3.1 كيلومتر. انت ممكن تيجي تقول انا كل كيلومتر من ده انا هعبره بسنتي، يعني ارسم 2.6 سنتي و4 سنتي والكلام ده كله، اتس اوكي، بس هتبقى يعني السكيل بتاعها صغير، فاحنا ممكن نكبرها شويه بحيث ان احنا ايه نبقى السكيل بتاعها لطيف او ان انا اعرف اشتغل عليه. طيب تعال نرسم. خلي بالك من حاجه، في معلومه مهمه، انت لو لاحظت في الكتاب هتلاقيها هو لازم يكون رسمها لك تو سكيل، فدي نقطه مهمه قوي اللي انت تعرفها. ايه المطلوب؟ لازم دايما اي مساله بنقراها لازم نعرف المطلوب. هو المطلوب عايز يجيب التوتال ديستانس او الفيكتور بتاع البوست مان دوت اللي هو مشي، يعني عايز يقول لك البوست مان بدا من ستارت بوينت وراح لاند بوينت. في الفيزياء انا الطريق اللي موجود في النص ده كله قدام هتعرف ان انا ما يهمنيش، انا يهمني الستارت بوينت والاند بوينت، فهو عايز يجيب المسافه بين الستارت بوينت والاند بوينت والدايركشن بتاعها. فانت ده فيكتور اديشن، لان انت عندك كذا فيكتور اتضموا لبعضيهم، اللي هو مشي في الاول للنورث وبعد كده راح للايست وبعد كده راح 45 ديجري نورث اوف ايست، فده فيكتور اديشن لثلاثه فيكتور. طيب تعال نسميهم الفيكتور، هنسمي الفيكتور الاولاني ايه؟ هو الاثنين
وستة من عشرة كيلو متر ناحية النورث، خليها ان كده وخلاص، ونسمي الفيكتور التاني بي اللي هو أربعة كيلو متر ناحية الايست، وبعد كده نقول الفيكتور سي اللي هو بيساوي 3.1 كيلو متر ناحية نورث مثلا اوف ايست. خلي بالك طالما ماشي 45 درجة، احنا 45 درجة، طالما 45 درجة مش هيفرق معايا، قلت نورث اوف ايست، ايست اوف نورث، لان هي ذا سيم يعني مش هيفرق معايا في حاجة. طيب هو عايز كده الماجنتيود والدايركشن اللي هو مشي. ادي الثلاثة فيكتور اللي موجودين عندي، انا بس اتاكد ان هو 3 و11 كيلو. انا هنا مثلا اما اجي ارسم السكيل بتاعي قول ان انا هضرب في 3 مثلا عشان تبقى الحاجة كبيرة بالنسبة لي، فهقول 2.6 من عشرة عندي هضربها في 3 فتديني 7.8، مش عارف 7.8 لا استيل هتبقى صغيره. طيب نضربها في كام؟ نضربها في 10، انا كده كده عندي السبوره كبيره فنضرب كل واحده فيهم في 10. فالفيكتور ايه؟ لما اجي ارسمه عندي انا على السبوره بتاعتي ارسمه كده، ارسمه 26 سنتيمتر، والفيكتور بي ارسمه 40 سنتيمتر، والفيكتور سي هرسمه 31 سنتيمتر. يبقى ده السكيل اللي انا هرسم بيه. طيب جميل، ده هو ده السكيل اللي انا هرسم بيه. نبدا بقى ان احنا ايه نرسم الخطوط بتاعتنا. نرسمها كله بالبلو. اول فيكتور موجود عندي فيكتور ايه، المفروض ان هو ناحيه النورث، وخلي بالك من حاجه وانت بترسم لازم تبقى موسع على نفسك عشان تعرف ترسم. طيب انا هنا كان 26 ناحية النورث، هنقول ده الستارت بوينت بتاعتي وهبدأ ان انا امشي 26 يعني لحد هنا، ده الفيكتور A خلاص. وادي هنا اهو بحط ناحية الفيكتور اهو، السهم بتاعي ده النهاية وده الايه الفيرست بوينت بتاعتي. بعد كده عندك الفيكتور B المفروض 40 سنتي ناحية الايست، انا اهو هاجي عند التب اهو بتاعتي، ولازم يعني احاول اخليها عموديه على قد ما اقدر علشان اي ديفليكشن باي انجل هتبدا ان هي تاثر عندي. انا اهوت هبدا ان انا اقول 40 سنتي، ادي 30 اول 100، بعد كده ناقصني 10 تاني، ادي كمان 10 ناحيه النص. بعد كده انا عايز اجيب زاويه 45 ناحية الايست اوف نورث، فابدأ ان انا اجي هنا واقول انا عايز زاوية 45. طيب زاوية 45 فين؟ ادي الزاوية 45، عايز ارسم 31 سنتيمتر، فانا هحط المسطرة بتاعتي ادي هوت، ادي ال 30 بتاعتي، بعد كده هعمل 1 سنتي ده اللي ناقصني اهو. يبقى ادي الفيكتور A، ادي الفيكتور B، وبعد كده ادي الفيكتور الاخير اللي هو C. خلاص كده، يبقى انا كده ايه رسمتهم خلاص. انا عايز اكتب ان ديت 45 ديجري، انا كده خلاص رسمتهم. طيب الريزلتنت هترسم ازاي؟ ادي الستارت بوينت وادي الاند بوينت. انا عندي اهو هبدا ان انا عايز اوصلهم كلهم مع بعضيهم. انا بقى علشان ايه المسطره مش هتكفي، انا عايز اجيب حاجه كده طويله كده حلوه هقيسه بقى انا بعدين. ادي الحاجه بتاعت بس عشان ايه الفيكتور طويل، ادي تمام تمام ماشي اولموست ده الاتجاه بتاعي اللي انا محتاج ان انا ماشي. يبقى ده اتجاه الفيكتور بتاعي، انا بس حاطط الخشبة دي تساعدني عشان انا اكبرها عشان انتوا تشوفوا. ننزل كمان شوية، ننزل كمان شوية، تمام تمام نطلع نطلع يس يس تمام كيل I'm lucky today. هيطلع معايا الفيكتور حلو جميل،
هيطلع فيه اي مشاكل ان شاء الله. يس 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 almost here almost here. ادي الفيكتور بتاعي اهو. طب جميل، انا محتاج بقى اعمل ايه؟ ما خلاص جبت الفيكتور، ناقص ان انا اقيس الطول بتاعه واجيب الدايركشن بتاعه. اجيب الدايركشن بتاعه عشان ده اسهل حاجه عندي. فالدايركشن بتاعه حط الزيرو بتاعه، حط المنقله، هتلاقيها عباره عن نقول ما بين يعني 34 او 33، بس خلينا ناخد ال 34، نقول ان هو 34 درجه. طيب الطول بتاعه قد ايه؟ نبدا نقيس. ادي اول 30 سنتي. يس ادي اول 30. خش على الثانيه، ادي كمان 30، يبقى كده 60. اخر حاجه هنقيسها لازم نبص عليها عمودي، المفروض هتبقى تقريبا 19. يبقى المفروض الطول اللي انا طلعته هو عباره عن 79 سنتي متر. 79 سنتي متر اللي هو بعد كده لو انت جيت حولت ورجعت السكيل بتاعك هتلاقي ان لو سمينا ده الريزلتنت، هتقول اللي انا طلعته بالجيومتري الريزلتنت بتاعي هيبقى عباره عن 7.9 كيلو متر في اتجاه 34. 34. طيب 34 هتقولها ازاي؟ في عندك حاجه من الاثنين، يا اما تخلي البيز بتاعتك هي الايست، فساعتها تقول 34 نورث اوف ايست، او لو عايز تخلي البيز الايست هتروح تجيب الزاويه ديت وايه وتبدا ان انت تشتغل عليها. كده انا خلصت صح؟ في حاجه مهمه، لو انا قلت يا جماعه 34 وما ذكرت اي حاجه من هنا، يعني قلت 34 وسكت، اعرف على طول دايركت ان هو بيقيس من البوز اكس دايركشن، يعني 34 ديجري وسبتك كده في الهواء اعرف ان هو على طول قايس من البوز اكس دايركشن. طيب كده انا جبتها بطريقه الايه؟ كده انا جبتها بطريقه الجيومتري، ناقص ان انا اجيبها بطريقه الكومبوننت. طيب تعال بقى نرص بقى نشوف بقى طريقه الكومبوننت هتعمل ايه. عندك الفيكتور ايه؟ فيكتور ايه المفروض ليه اكس وايه واي. طب تعال نشوف الاي اكس، الاي اكس بتاعتي بتساوي ايه؟ تقول لي فيكتور ايه ليه زاويه 90 ديجري اهوت 90 ديجري اللي هي احنا قلنا بتساوي باي على الاثنين، خلاص كبرنا. طيب الاي اكس بتساوي 90 ديجري او باي على الاثنين، فبالتالي نبدا ان احنا نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نجيب الكوزاين والساين بتاعته. خلي بالك من حاجه، وانت بتجيب الكوزاين والساين لازم تفهم ان انا ايه الزاويه بتاعتي شكلها ايه؟ ده 90 ديجري من اكس من بوز اكس دايركشن، فانا في السيف سايد، فانا اقدر اجيب الساين والكوزاين وانا مرتاح، هتشوفوا اللي انا بقوله ده بعدين. فتبقى نجيب الساين والكوزاين، فانت هتقول لي الاي اكس عباره عن الماجنتيود بتاع الاي مضروب في الكوزاين بتاع الباي على الاثنين، فده هيساوي ايه؟ كوزاين باي على الاثنين بتساوي كام؟ زيرو. فانت هيتبقى لك ايه؟ ده كله هيصفر، فهتقول لي بتساوي الصفر. طب تعال نشوف الاي واي، هتقول لي ان هو الماجنتيود بتاع الاي مضروبه في الساين باي على الاثنين، ساين باي على الاثنين دي 1، فبالتالي هيدي لك على طول الماجنتيود بتاع الايه؟ فيكتور اي كيلو متر. طيب تعال نبص على البي اكس بتساوي ايه؟ هتقول لي ان الاكس ديت عامله ديجري قد ايه مع المحور اكس دايركشن؟ بوز اكس دايركشن، تقول لي عامله زيرو، مفيش انجل. فانت هتيجي تقول لي يبقى البي اكس عباره عن الماجنتيود بتاع البي مضروب في الكوزاين بتاع الزيرو. كوزاين الزيرو بقد ايه؟ كوزاين الزيرو بواحد، وبالتالي ده هيساوي على طول الماجنتيود بتاع البي ب 4.0 كيلو متر. طيب تتوقع البي واي بتساوي ايه؟ تقول لي الماجنتيود بتاع البي مضروب في ساين الزيرو، ساين زيرو بايه؟ بزيرو، يبقى ده بيساوي زيرو. احنا ممكن صح نكتب هنا برضه كيلو متر كيلو متر يعني، عشان نبقى بنكتب الوحدات. طيب السي اكس بيساوي ايه؟ تقول لي الماجنتيود بتاع السي مضروب في كوزاين باي على 4، باي على 4 اللي هي 45. باي على 4 بتساوي 1 على جذر 2، فانت هتقدر تجيب السي الماجنتيود وتقسمه على 1 على جذر 2، والسي واي هتبقى برضه الماجنتيود بتاع السي مضروب في ساين باي على 2، هتلاقي برضه ساين باي على 4. ساين باي على 4 وكوزاين باي على 4 الاثنين بتساوي 1 جذر 2. انا هجيب الماجنتيود بتاعها على طول من عندي، المفروض ان هي كانت بتساوي 2.19 كيلو متر، دي برضه بتساوي 2.19 كيلو متر.
كده انا جبت الكومبوننت كلها، ناقص اعمل بقى ايه؟ اجيب الريزلتنت، فهقول له ال ار اكس هتساوي ايه؟ هجمع بقى كل الترمات بتاعت الاكسات دي، اي اكس زائد بي اكس زائد اي اكس، اي اكس زائد بي اكس زائد سي اكس، يعني هتساوي الاكس بزيرو زائد البي اكس بكام؟ 4 كيلومتر زائد السي اكس ب 2.19. طيب ده كله هيساوي كام؟ 6.19 كيلو متر. طيب الار واي هتقول لي ان هو اي واي زائد بي واي زائد سي واي. طيب انا هتساوي الاي واي ب 2.6 زائد البي واي ب 0 زائد السي واي بتساوي كام؟ 2.19. طيب جمعهم هتلاقي ان دي بتساوي 4.79. كده انا جبت الار اكس والار واي. هل انا كده جبت الفيكتور بتاعي؟ لا، انا لسه ايه، عايز اجيب الفيكتور بتاعي، لازم اجيب ماجنتيود ودايركشن. انا عارف ان الار از ماجنتيود بتساوي السكوير روت بتاع الار اكس سكوير زائد ار واي سكوير، يعني ده هيتساوي الجذر بتاع 6.19 تربيع زائد 4.79 تربيع. دولت لما انا اجي احسبهم هلاقي ان الار بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 7.8. واو، 7.8 كيلو متر. احنا فرق معانا في ملي. على فكره اتس اكسبكتد ان انت يكون عندك ايرور من 1 ملي ل 2 ملي، واحنا فعلا هو ده اللي حصل معانا، احنا بس فرق معانا في ايه؟ في ملي. اتس اوكي، يعني انا مش امباجورد. ناقص طلع الفاي بتاعتي. الفاي بتاعتي هي ديت الناقص اللي انا هطلعها. طيب تعالى نطلع الفاي. الفاي بتاعتي تعالى نكتبها هنا معلش. الفاي عشان انا خايف ما تشوفوش من هنا، بتساوي التان انفرس للواي على الاكس. فين ار واي؟ ار واي على ار اكس، يعني هتساوي 4.79 على 6.19. لما تيجي تطلعها هتلاقي ان الفاي بتاعتك طالعه 37.7 درجه. انا كده يعني ايه بايظ، انا مش عارف ليه طلع الحكايه خربانه كده. طيب يس، تقريبا انا عندي لسه خط مايل شويه. يس يس، انا بس عندي شويه خطوط مايله، بس انا لو عدلت الخطوط المايله ديت هتلاقي 34. انا بس عشان السكيل عندي بتاع الرسم كبر مني، فانا هتلاقي عندي بس ايه خط مايل سيكا، فهو ده اللي اثر ان هي تطلعها هنا 34. فكره مش طبيعي، عارف لو فرق بديجري يبقى طبيعي. انا عندي بس خطوط عندي مايله سيكا، فالميلان بتاع الخطوط دوت هو اللي عمل الديجري دوت. بس ده الاجابه الاكل. انت لو رسمتها على سكيل صغير انت اوريدي هتلاقي الاجابه بتاعتك طالعه بالديجري حلوه، يعني انا لما رسمتها عندي على الورقه كانت طالعه معايا بالديجري لطيفه خالص. دي مساله 21، وهتلاقيها برده مساله رقم 28.